السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا فنانين؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب في كل مكان ان شاء الله. شكرا جدا، يا مش هقول اسماء بقى، شكرا جدا لتعليقاتكم وتفاعلكم معايا، الف الف شكر يا جماعة، الف الف شكر، شكرا جزيلا. نبتدي النهاردة درس جديد لكل اللي بيتعلم تظليل برضو، وكل اللي عايز يتعلم ان شاء الله رسم الشعر. نعمل الاوتلاين بتاع المنظر بتاعنا كده بالشكل ده بقلم اتش بي في البداية. وياريت قبل ما اسرع ايدي تحضروا ورقة وقلم، ومعايا كده وبسرعة اي ورقة اي فور وقلم رصاص ومحاية، وبسرعة ارسموا معايا ان شاء الله. ها، في حد لسه قاعد اهوت؟ ان شاء الله في حد لسه قاعد. يلا يا جماعة، يلا يا جماعة، ها ان شاء الله طلعوا نتيجة افضل مني. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، اهوت هنبتدي كده. عملنا الاوت لاين بتاعنا، ما تنسوش بقى كوبايه نسكافيه ان شاء الله كده، ونبتدي اهو قلم اتش بي، وابتدي اعمل ضربات سريعه. الضربات السريعه بتاعتي كده بالشكل ده، حاجة زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، ده بنسميه الهاتش، التظليل بالطريقة ديت بمناديل الكلينكس. على طول لازم تعرفوا بقى ان تاني درجة من اقلام الرصاص في الشعر 3B او 4B. ونبتدي نغمق شوية في بعض المناطق زي ما انتوا شايفين كده، كده انا بدأت اسرع الفيديو لان الحاجات دي لازم نسرعها عشان وقتكم برضو ووقتي. ضربات في كل مكان، طول وعرض وكده، هي ايوه تمام، انتوا فاكرين اهو الكروس هاتش. ايوه عملنا الهاتش والكروس هاتش، تمام. لا ده احنا بقينا مثقفين ما شاء الله. ايوه شوفوا الضربات عامله ازاي، فيها ثقه مفيش فيها خوف. نبتدي ما نخافش، لان اللي هيخاف مش هيرسم، اللي بيحب الرسم وبيخاف لا، ممنوع الخوف، ارسموا واغلطوا عادي مش مشكلة. لما تغلطوا مرة وتغلطوا مرتين، التالتة لا ان شاء الله وتطلعوا نتائج رهيبة. تمام، مناديل الكلينكس. عرفنا بقى خلاص، ببدأ اغمق في الاقلام الرصاص، ده قلم 5B. الاقلام دي بالمناسبة من شركة ديروينت، اتجاهات الخوصة للشعر يعني على استحياء في الاول، لكن هنحددها بعدين. كده ياريت الاشتراك في القناة يا جماعة عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. ان شاء الله هروح مكتبة موجودة هنا في سلطنة عمان، هصور لكم كل اللي في المكتبة مع الشرح مباشر ان شاء الله على قناتي على اليوتيوب. هيبقى تقريبا يوم الحد اللي جاي او الاثنين بكتيره يعني، لان انا ناقصني بعض الادوات هروح اشتريها من هناك، وبالمرة اصور لكم الادوات والخامات اللي هناك واسعارها وامكانياتها وكل حاجة هناك ان شاء الله. اتجاهات الشعر لازم اغمق في مناطق ومناطق لا، في مناطق بتبقى فيها ظل اكتر من التانية زي ما اتعلمنا في الدايرة يا جماعة، نطبق هنا بالظبط. شوفوا منطقة الاضاءة ديت
بقلم الدمج، واحاول ادمج على استحياء برضو خفيف جدا، خفيف خفيف، ما تقلش ايدي على قلم الدمج هذا بالشكل ده. ايوه تمام، شوفوا النتيجة، جميل جدا جميل. ايوه تمام، ايوه كده. نبدأ بقى في الضفيرة او الكحكة ديت، واتجاهات خصل الشعر اللي في الكحكة ديت بقلم اتش بي كبداية يعني. قلم اغمق اكتر من كده اتجاه الخصل الشعر بقلم اتش بي، وابدا ادي خطوط هاتش زي ما انتوا شايفين كده. ايوه تمام، ها ايوه صح، انتوا صح تمام. مناديل الكلينكس بعد الخطوط مباشره. ابدا اغمق في المنطقه ديت، منطقه ظل، واحدة واحدة يا جماعة، وطبقات. لازم الرسم بتاعنا يبقى فيه أبعاد ونسب، وإلا هيبقى شغلنا كله مسطح يا حبايبي. لازم شغلنا كله يبقى مجسم، مش شغل أطفال يعني، فيه أبعاد. عشان أرسم يبقى لازم أرسم بأبعاد، عشان أظلل في قوانين للتظليل وفي أساسيات لازم نتعلمها. هبدأ أسرع هنا شوية، بقلم أغمق شوية، وأبدأ بقى في تفاصيل خصل الشعر، بس بعد ما نغمق نسيح المنطقة دي كده. أيوه أوكي غمق في المنطقة دي، لأن المنطقة دي تحت الكحكة بتبقى غامقة شوية، عشان ترفع لنا وتبين لنا الكحكة شوية أكتر من كده. شوفوا بقى، شوفوا قلم 9B، وهبدأ في الفينش اهو بتاع الشعر. شوفوا اتجاه الشعر واتجاه الخصلة فين، ركزوا يا جماعة في النقطة دي، لأن دي نقطة فينش اهي. هبدأ أفنش كده، اتجاهات الشعر لازم تكون مظبوطة. ايوه تمام، شوفوا لازم تتعمل الخطوة النهائية ديت بقلم غامق اللي هو 9B. واهم ما في النقطه دي اتجاه الشعر رايح فين وجاي منين، والاضاءه اللي في الشعر رايحه فين وجايه منين، وموقعها فين في الشعر. تمام، شوفوا الضربات عامله ازاي، جميل جميل. ايوه تمام، محافظ دايما على نقطة الإضاءة اللي في الشعر، لأن لو ضيعت نقطة الإضاءة الشعر كله هيبقى مسطح. إيه رأيكم بقى؟ دي محاية معجون طبعا، لسه الشعر مخلصش يا جماعة، بس هنبدأ بقى ايه في الكحكة دي، ونعمل اتجاه خصل الشعر.
نحاول نشوف اتجاهه فين. ايوه ايوه صح، الاتجاه ده كده. تمام، واحدة واحدة يا جماعة، وما نستعجلش، إن شاء الله تطلع رسمتنا تحفة. أيوة شفتوا بقى، واحدة واحدة، ما نستعجلش أبدا، نركز واحنا شغالين دايما، يبقى فيه تركيز. طبعا مش هقول لكم عن النسكافيه، طبعا النسكافيه ده حاجة رهيبة، فأنا استحالة أرسم من غير ما يكون جنبي نسكافيه. أيوة شوفوا بقى الضربات القوية ديت، هي دي اللي هتبين خصل الشعر اللي جنب بعض. أيوة تمام، دي منطقة ظل. حاولوا يا جماعة تقولوا لي عاوزين أرسم لكم إيه في الفيديوهات اللي جاية، وأنا إن شاء الله تحت أمركم في أي وقت. نشوف أنتوا إيه الحاجات اللي أنتوا ضعيفة فيها في الرسم، وقولوا لي وأنا أعلمها لكم يعني. السبوت بتاع الإضاءة في الناحية اليسار، فهتبصوا تلاقوا الشعر اللي فوق على ناحية اليسار في الكحكة مبيض أو فلو شوية، فده عيب في التصوير. إن شاء الله أحاول أجيب سبوت أحسن من كده، ونظبط الإضاءة أحسن من كده. شوفوا بقى القلم ده رهيب يا جماعة، القلم ده هاتوه من المكتبة إن شاء الله، لأنه جميل جدا ونتائجه روعة روعة. بعمل مناطق إضاءة في الشعر، لكن أعتقد القلم مش هيكمل، هضطر أطلع المحاة وأشتغل بيها دايركت مباشر أحسن، لأن زي ما انتم شايفين كده كل شوية هبدأ أقص في المحاة او الاستيكه ديت. بس شوفوا النتيجه بتاعها رهيبه يا جماعه، رهيبه. ايوه كده انا خرجت الاستيكه او المحايه من القلم، كده افضل، لان هقعد اكسر فيها كتير واشيل منها زي ما انتم شايفين كده. ايوه كل شويه اشيل منها الجزء اللي هو بيتملي رصاص. انا كل شويه عمال اقطع منها. لكن النتيجه بتاعتها خرافيه. وابدأ بقلم 9B، وابدأ افنش بقى يا جماعة. يعني احنا دخلنا دلوقتي مرحلة
الفينيشنج ده قلم دمج، بحاول اعمل المنطقة ديت قلم الدمج. ايوه شفته بقى، شفته، عشان النور بتاع الشعر ما يبقاش قوي جدا. شفت الشعر طالع منين ورايح فين والاتجاهاته كده. ايوه تمام. في صندوق الوصف يا جماعة تحت الفيديو مباشرة هتلاقوا الانستجرام بتاعي والفيسبوك، يا ريت نتواصل يعني، وتبعتوا رسوماتكم وأعلق لكم عليها وأعرضها على القناة إن شاء الله. مرحلة فينيش، انا قلت لكم الورق ده ورق كانسون ابيض 150 جرام، ان انا شغال عليه دلوقتي ورق كانسون 150 جرام، بيدي نتيجة تحفة. الأستيكة برضو والمحاية، نبدأ نظلل شوية هنا، دي منطقة ظل. في هنعمل إضاءة بقى في الكحكة ديت زي ما انتوا شايفين كده، بنعمل إضاءات في الشعر بالمحاية اللي هي المحاية القلم. شوفوا النتيجة، روعة النتيجة، روعة. أخفف شوية من حدة الأبيض اللي في الشعر، شفتوا ازاي؟ ايوه تمام. ده قلم درجته خفيفة، ايوه تمام. خلاص كده الفينش النهائي. يا ريت يا جماعة، يا ريت ما تنسوش بقى الاشتراك واللايك والشير لأصحابكم في كل مكان. استمتعت جدا بوقتي معاكم، بشكركم على تعليقاتكم ودعمكم للقناة، شكرا جزيلا، بارك الله فيكم وأحسنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متنسوش يا جماعة تبعتوا رسايل صوركم على الانست او الفيس. شكرا ليكو، شكرا ليكو جدا، شكرا، السلام عليكم.